بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما من شك في أن الخالق سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون معا في كتابه الكريم، وذلك لحكم كثيرة من بينها احتوائهما على منافع لا تقتصر على مجرد التغذية وسد الجوع، بل تتجاوزها إلى فوائد علاجية وشفائية. وما من شك أيضا في أن هذه الفوائد تبقى موجودة في التين والزيتون عند تناولهما في أي صورة، سواء كثمار ناضجة طازجة أو مجففة بهذا الشكل. في فيديو اليوم سأقدم وصفة غذائية شفائية سهلة التحضير، تجمع بين ثمرتين مثلما جمعت بينهما آية قرآنية كريمة، إذ أنها وصفة تتألف من تين مجفف منقوع في زيت الزيتون. يجب أن يكون زيت زيتون بكر لتكون الوصفة ناجحة، وسأضيف عليها بعض المكونات الأخرى لفوائد أخرى. طبعاً هذه الوصفة منجم لفوائد كثيرة عظيمة كامنة في هذه الوصفة، وكذلك لتشتمل على تمجيد للتين والزيتون معا. وطبعا هذه الوصفة ليست من ابتكاري أنا، بل هي وصفة قديمة جدا كان يستخدمها طبعا أو يأخذها آباءنا وأجدادنا. فقط هذه الوصفة رصدت جوانب جديدة من فوائدها المدهشة، والتي من بينها علاج طبيعي آمن لعشرات المشاكل الصحية، من بينها اضطرابات الجهاز الهضمي، البواسير، الإمساك، ارتفاع الكوليسترول بالدم والربو، والتهابات الجهاز التنفسي عموما، بل وحتى العقم والضعف الجنسي كذلك. الفوائد سأذكرها آخر الفيديو لكل المهتمين والمهتمات بمعرفة فوائد هذه الوصفة العظيمة. أولا نأخذ التين المجفف، نقوم بفتح حبات التين المجفف بهذا الشكل، التين المجفف معروف عند الجميع. نأخذ أي برطمان يفضل أن يكون من الزجاج، ونقوم برص حبات التين المجفف. يمكن طبعا هنا المقادير حسب الرغبة، نضاعف المقادير حسب الرغبة. بعدما نرص الطبقة الأولى من التين المجفف، الإضافة التي قمت بإضافتها على هذه الوصفة هي إضافة ملعقة شاي من السمسم بدون تحميص، لا يحمص في هذه الوصفة السمسم. قلت بين كل طبقة وطبقة نضيف مقدار ملعقة شاي من السمسم بدون تحميص. دور السمسم هنا هو تقوية العظام، وكذلك علاج هشاشة العظام، وكذلك لمن يعانون من نقص فيتامين دي في هذه الوصفة ممتازة. ثم بعدها نضع الطبقة الثانية من التين، وهكذا نستمر. من ترغب بعمل هذه الوصفة كذلك من أجل التسمين، أنصحها بإضافة السمسم وكذلك طبقة من الزبيب، لأن هذه الوصفة لا تقوم بتسمين الجسم، وسأعطيكم المقدار المحدد إلا إذا قمنا بإضافة الزبيب لها، وهكذا حتى نكمل كامل الكمية.
وبعدها نقوم بإضافة زيت الزيتون، نغمر كل التين بزيت الزيتون، ونغطيه ونضعه في مكان جاف، مكان جاف ومظلم مثلا خزانة المطبخ، ونتركه لمدة 3 أيام. بعد مرور الـ3 أيام نقوم باستخدام هذه الوصفة. فالقيمة الغذائية لهذه الوصفة، لدينا لكل 100 جرام من التين 75 سعرة حرارية. قلت أن هذه الوصفة لا تقوم بتسمين الجسم إلا إذا أضفنا إليها السمسم مع الزبيب. وطريقة أخذ هذه الوصفة أن نتناول شريحة واحدة، طبعا التين المجفف يسمى كذلك في دولة المغرب الشقيقة بالشريحة، التين المجفف، نأخذ شريحة واحدة فقط قبل كل وجبة بـ10 دقائق، واحدة فقط، لها فوائد كثيرة للجسم. من بين هذه الفوائد الكثيرة أن هذه الوصفة غنية جدا بالكالسيوم الذي يعتبر علاج بديل ممتاز لمن لديهم حساسية ضد منتجات الألبان. كذلك هذه الوصفة بديل للوصفة والتي سبق ووضعتها بالقناة والمحضرة بالحليب لنقص فيتامين دي وهشاشة العظام. كذلك هذه الوصفة غنية جدا بالألياف الغذائية، ولهذا لها تأثير مضاد للإمساك. وكذلك هذه الوصفة تزخر بالبوتاسيوم وأحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6، والتي تلعب دورا مدهشا في ضبط ضغط الدم لمن يعانون أو لمن تعاني من ارتفاع كبير في ضغط الدم. أنصحها بإضافة فصوص من الثوم تكون مخرومة بعود خشبي لهذه الوصفة، طبعا قلت لمن يعانون من ارتفاع كبير في ضغط الدم فعال هذه الوصفة. وكذلك من أهم فوائد هذه الوصفة أنها تحتوي على مستويات عالية جدا من مركب الفينول والمضاد للأكسدة. كذلك هذه الوصفة تحوي قلويات تساعد الجسم على مقاومة أمراض كثيرة جدا خاصة للأطفال. وكذلك ممتازة هذه الوصفة تزود الجسم بفوائد تساعد على التغلب على الضعف الجنسي. كذلك ممتازة لمقاومة علامات الشيخوخة على البشرة والجسم. وكذلك هذه الوصفة ممتازة وتساهم في تفتيت حصى الكلى، وذلك شرط أن نواظب على هذه الوصفة يوميا ولمدة شهر كامل. كذلك هذه الوصفة تساعد على النوم والتخلص من الأرق، غنية جدا بالفيتامين سي وله فوائد كثيرة، من بينها إعطاء نضارة للبشرة تلاحظينها من أول أسبوع لأخذك لهذه الوصفة، وتخلص حتى من تجاعيد البشرة. يمكنك غمس قطنة في هذا الزيت، زيت الزيتون المنقوع مع التين، ومسح البشرة به قبل النوم، فعالة ونتائجها ممتازة. وهذه الوصفة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، ممتازة وليست لها أي أعراض جانبية، لأن التين هنا يحتوي على نسبة من البيكتين وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، وتساعد في التخلص من الكوليسترول عن طريق البراز. لا مانع أبدا من أخذها، هي آمنة قلت وليست لها أي أعراض جانبية، لأن زيت الزيتون كذلك هو غني بالمواد المضادة للأكسدة، به أكثر من 40 مادة مضادة للأكسدة تقاوم الأكسدة الناتجة عن الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد. كذلك ممتازة لمن يعانون من الإمساك المزمن.
لها فوائد كثيرة تقدمها لنا هذه الوصفة لعلاج الإمساك، لأنها غنية بألياف قابلة للذوبان، وكذلك منصوحة لمن يعانون من السكري. وبالرغم من أن التين يحتوي على نسبة لا بأس بها من السكر، إلا أن إجمالي نسبة السكر بداخله أقل من المتوسط، لأنه غني بالألياف وشريحة منه كافية، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة لمرضى السكري شافاهم الله جميعا، لأنه لا يزيد شريحة واحدة لا تزيد من نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أن البوتاسيوم الموجود في التين يلعب دور كبير في تعزيز امتصاص الجلوكوز، كما أنه يتسبب في نقص نسبة السكر في الدم، لذا هو ممكن لمرضى السكري أخذ هذه الوصفة. هذه الوصفة كذلك ممتازة لعلاج التهابات الحلق والسعال المزمن، الكحة، الربو. هذه الوصفة كذلك مفيدة لمقاومة السرطان، عافانا الله وإياكم جميعا، تحمي الجسم من السرطان وخصوصا سرطان الأمعاء والمستقيم، وكذلك هي تعزز وظائف الكبد، وكذلك تحسن صحة العين، ممتازة لعلاج فقر الدم. يمكن لمرضى فقر الدم أخذ هذه الوصفة، فهي غنية جدا بالحديد وليست لها أي أعراض جانبية. هذه الوصفة كذلك تساعد كمنشط جنسي لتحسين الخصوبة والعلاقة الحميمية، لأنها غنية بالمعادن مثل زنك، مغنيز ومغنيسيوم، وكذلك هي عناصر تلعب دور مهم جدا في تعزيز الصحة الإنجابية. أنصح كلا الزوجين بأخذ هذه الوصفة، هي آمنة ونتائجها فعالة وبفضل الله سبحانه وتعالى. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.